السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين. هذه حلقة جديدة من برنامج بعض الطبع. بعض الطبع في الموسم الجديد يركز على أحداث السودان وأخباره في الصحافة العالمية وكيف تتناول شأن السودان. أسعد جدا أن يكون معي في هذه الحلقة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المعروف أستاذ فيصل محمد صالح، أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ الشذا، مرحب بك ومرحبا بمشاهدينا الأزرق، والحمد لله على سلامة عودة القناة وعودة البرنامج. أشكرك. وأستاذ فيصل، أنت من ركائز برنامج بعض الطبع منذ التأسيس، أتشرف جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة، خصوصا مع تصاعد الأحداث ميدانيا ودوليا فيما يتعلق بأحداث السودان الحالية. مباشرة نبدأ من الجزيرة نت ونقرأ منها تجدد الاشتباكات في الخرطوم والفاشر والقطاع الاتصالات بأم درمان. أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم في الأيام السابقة، ونقل المراسل عن مصادر عسكرية أن الجيش هاجم من مواقعه بمنطقة المجرم قوات الدعم السريع المنتشرة وسط الخرطوم ومحيط السوق العربي، وتحدثت المصادر عن استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة في المواجهات بين الطرفين، فضلا عن قيام سلاح الجو السوداني بطلعات جوية استهدف بها مواقع الدعم السريع بالقرب من القصر الرئاسي. وتحدث المراسل عن قصف من الجيش السوداني لمواقع قوات الدعم السريع في مصفات الجيلي شمال الخرطوم بحري، وأكد انقطاع الاتصالات بمدينة أم درمان غرب العاصمة. أستاذ فيصل، في هذا الحدث أود أن أركز على جانب أساسي، وهو يعني اختفاء السودانيين منذ الأمس وضجيج وسائل التواصل الاجتماعي. حتى شاهدت عدد من بعض الناشطين غير السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي احتفوا بهذه الخطوات المتقدمة نسبيا عما كان يدور من بداية هذه الحرب. ما هو رأيك؟ دعيني أول أقول طبعا أنه مع الأسف نتيجة لأنه في الحرب دي غاب الإعلام الوطني، الصحف، الإذاعة، التلفزيون، يعني الإعلام الوطني اللي كان ممكن يكون بينقل ما يحدث بعين سودانية لأنه كله كان موجود في وسط الخرطوم، فغاب مثل ما غابت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لفترة طويلة جدا، غابت الإذاعة، فصرنا ضحايا للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا وسيله من وسائل التواصل بيستخدموها الناس، لكن لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر اساسي للاخبار في بلد. يعني ممكن تكون هي بتحمل تحليلات، تعقيبات، اضافات بعد التسريبات، لكن الاعتماد الكامل على السوشيال ميديا خطير. ونحن مع الاسف حتى في احداث اليومين الماضيين لم يصدر اي شيء رسمي من القوات المسلحه ولا من قوات الدعم السريع، فالاعتماد على الناشطين في السوشيال ميديا وهؤلاء ممكن أن يخدموا أغراض ويخدموا أهواءهم وغير متقيدين طبعا بالقواعد المهنية للتغطيات الصحفية وغيره. لكن بشكل عام من خلال ما تابعناه أعتقد أنه هي كانت محاولة كبيرة، وأنا أعتقد أنه كانت وراها رسالة بأنه الجيش قادر على المبادرة مرة أخرى، لأنه لفترات طويلة جدا الجيش منذ بداية الحرب اكتفى بالمواقع الدفاعية، وكانت القوة التي تهاجم وتحتل وغزا هي قوات الدعم السريع. حتى بدأ لكثير من الناس وكأنه الجيش عاجز عن أي مبادرة. أنا أعتقد أن دي كانت الهدف الأساسي، القول بأنه القوات المسلحة قادرة على أنها أيضا تبادر، ولذلك شنت هجوم كبير ومتزامن عبر كوبري النيل الأبيض، اللي هو الصلاح الطبي، عبر كوبري الفتيحاب، ثم عبر كوبري الحلفاية، وعبر قوات قادمة من الكدر، وهي يمكن توصف بأنها محاولة جريئة ومبادرة كبيرة جدا. لكن طبعا في النهاية كانت المقاومة الشرسة من قوات الدعم السريع ده يعني سبب في عودة قوات الجيش إلى مواقعها. أسوأ ما يمكن أن يقال بأنه من الواضح جدا أنه في ضحايا كثر من الطرفين، هم في النهاية مواطنين سودانيين. يعني أنا أعتقد أنه حجم الضحايا كان كبير جدا رغم عدم الإعلان الرسمي عنه، لكن هناك نعي لضباط لجنود لغيره. الدعم السريع عادة لا يعلن عن قتلاه، لكن من المؤكد أنه في مثل هذه المعركة فقد نعم. أعداد كبيرة جدا. فأظنها إنها الرسالة يمكن أن تكون وصلت، لكن النتائج العسكرية ليست كبيرة. هل الأمر علاقة من ناحية التوقيت باجتماع الأمم المتحدة في نيويورك؟ بالتأكيد أنا هذا رأيي، أنا رأيي بالضرورة
انه مثل البرهان متواجد، الفريق البرهان متواجد في الجمعيه العامه المتحده ويلتقي برؤساء دول ويحاول ان يقنعهم بوجهه نظره. هذه العمليه جاءت متزامنه لتقول نحن ايضا على الميدان موجودين ولم نفقد القدره على المبادره. فانا بفتكر انه الرساله صحيح ممكن تكون فيها جزء عسكري من الجيش قادر على المبادره، لكن هي ايضا عندها بعد سياسي وعندها بعد دبلوماسي لكي تسند تحركات البرهان في الجمعيه العامه للامم المتحده. نعم، بما أن احنا انتقلنا تلقائيا إلى هذا الجزء، نقرأ من موقع فرنسا 24 الإخباري الرئيس الأمريكي ونظيره الإماراتي يشددان على أن لا حل عسكريا للنزاع في السودان. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الاثنين على أنه لا يمكن حل النزاع في السودان عن طريق الحل العسكري. يأتي ذلك بالتزامن مع دخول الصراع المسلح شهره 18 وتفاقم الأزمة الإنسانية خاصة في ولاية جنوب دارفور. وهناك مخاوف من أن الإمارات ضالعة في النزاع السوداني من خلال تقديم دعم لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني. الموضوع كبير، لكن في كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في ختام الجزء المتعلق بالسودان قالها بهذه الصيغة، يعني قال دعونا نقولها بصراحة، يجب على الدول وقف تمويل أو دعم الجنرالين المتحاربين. الآن نجد هذا الحديث وكأنه قمة ثنائية في هذا الاتجاه. هل للأمر علاقة بهذه التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن؟ الحقيقة أنه المسؤولين الأمريكيين خلال الفترة السابقة، فترة قليلة سابقة، أدلوا بعدد كبير من التصريحات. يعني أولا طبعا المبعوث الأمريكي توم بريلو يبدو أنه يسكن في أجهزة الإعلام، يعني حتى أجرى لقاءات مع ناشطين وصرح تصريحات كبيرة كلها تتجه نحو أنه حان الوقت لوقف الحرب، أنه المأساة الإنسانية تكبر وتتزايد كل يوم ولا سبيل لغير وقف الحرب. ثم كانت هناك إشارات أكثر من مرة عن ضرورة الضغط على الأطراف التي تمد طرفي القتال بالسلاح. وأنا بعتقد أنه دي مسألة في غاية الأهمية، لأنه الطرفين عندهم قدرة محدودة جدا على الاستمرار في الحرب. لو لا في دعم خارجي ما كان ممكن يستمروا لفترة طويلة. ربما يكون الناس عندهم رغبة أنه يعني يشيروا فقط إلى دولة الأمارات، لكن حقيقة الأمر في دول أخرى بيمول الطرفين بالسلاح وغيره بالمساعدات العسكرية. وأنا أعتقد أنه ده يطيل أمد الحرب. يمكن يكون هذه وجهة نظري، لأنه معروف أنه أنا عندي موقف من الحرب من البداية وبفتكر أنه لن يكون فيها منتصر بشكل نهائي لا الجيش ولا الدعم السريع، وأنه مع استمرار الحرب ستتزايد المآسي الإنسانية والكوارث الإنسانية ونفقد مواطنين سودانيين عسكريين ومدنيين من كل الأطراف، وفي النهاية لن يصل أحد إلى نصر عسكري حاسم وإنه لا سبيل يعني إلا التفاوض. من وجهة النظر هذه بعتقد إنه الأمريكان لديهم موقف يبدو إيجابي لكنه اكتفى بالأقوال، يعني هم يتحدثوا كثيرا لكن أعتقد لديهم القدرة على الضغط على الدول التي تمول الحرب في السودان والتي تمد الأطراف بالسلاح حتى يتوقفوا عن ذلك. حتى الآن هم في مركز الأقوال وليس في مركز الأفعال. نعم، هل يمكن أن يكون هذا الضغط المطلوب من أمريكا متعارضا مع مصالحها الشخصية في المنطقة العربية وبالتالي لا تمارس هذا الضغط؟ بالتأكيد السياسة والدبلوماسية الأمريكية عندها حسابات كثيرة. أنا بعتقد أنه فيما يتعلق بالسودان هم عندهم رغبة حقيقية في وقف الحرب وتهدئة الأوضاع في السودان لأنها تؤثر على كل المحيط الإقليمي، وهذه بالنسبة لهم مسألة مغلقة جدا، ولديهم إشكالات أصلا حدثت في بعض دول غرب أفريقيا بقى فيها موقف، والاتحاد السوفيتي الروس دخلوا إلى هذه المنطقة ويخافوا من التمدد الروسي. الأمريكان بشكل ما عندهم مصلحة حقيقية في وقف الحرب في السودان وتهدئة الأوضاع، وأعتقد أنهم يتحدثوا مع أطراف دولية وإقليمية كثير، لكن بالتأكيد لديهم حسابات مصالح، بمعنى أن اللهجة التي يتحدثوا بها مع الدول المختلفة بتراعي المصالح المشتركة بينها وبين هذه الدول، وبالتالي ممكن تكون متفاوتة في قوتها وضعفها. بما أنه المحرك الأساسي حسب تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأمريكا حتى تتحرك بقوة في الملف السوداني هو الوضع الإنساني في السودان، مباشرة نقرأ من العرب الجديد تقرير سأكتفي فقط بعنوانه. عنوان التقرير: المجاعة تنهش السودان والأمم المتحدة تعجز عن توصيل المساعدات. حقيقة التقرير لمن يود الاطلاع عليه هو صادم، فيه الكثير من القصص المؤلمة بتفاصيل كيفية
تأمين الغذاء من خشاش الأرض حرفيا للكثير من المواطنين السودانيين المحاصرين في الفاجر منذ بداية الحرب وحتى اليوم، وكثيرين اضطروا لدفن أبنائهم وهم أحياء ويتمنون أن يلحقوا بهم. أتمنى أن يقرأ السودانيون هذا التقرير في الكثير من القصص التي تجعلهم قريبين من وضع السودانيين على الأرض. أستاذ فيصل، مثل هذه التقارير الاستقصائية التي يعني تعمل مثل عدسة مكبرة للوضع الإنساني على الأرض، هل يمكن أن تسهم فعلا في تحريك الجهات الدولية بصورة أكبر وأكثر فاعلية؟ هو الآن المحرك الأساسي والدافع الأساسي كما تقول كل الأطراف الدولية هو الوضع الإنساني الكارثي. حتى تحالف الألبس اللي تكون ده يتكون على أساسي من البداية مبني على التقارير بتاعت المنظمات الدولية، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأمم المتحدة للاجئين، المفوضية السامية للاجئين، أوشا اللي هو جهاز الأمم المتحدة المهتم بالأوضاع الإنسانية، مكتب الأمم المتحدة في السودان، كل هذه المنظمات، منظمة الصحة العالمية أصدرت تقارير موجودة على يعني ديسك كل المسؤولين سواء كان السودانيين ولا الإقليميين ولا الدوليين، كلها تحذر من كوارث كبيرة جدا. والكوارث ليست فقط في المناطق التي فيها معارك، لأنه الناس نزحوا إلى مناطق ربما لا يكون فيها معارك، لكن يقيمون في مراكز إيواء غير مهيئة لهم من ناحية توفير غذاء وصحة وغيره، والبلد أصلا إمكانياته ضعيفة. هناك حالة الغلاء الفظيعة جدا اللي حدثت في المناطق التي نزح إليها الناس، بحيث أنه لم يستطيعوا أن يؤجروا منازل أو يعيشوا أو غيره، وهناك خدمات صحية منقطعة، معظم المستشفيات خرجت من الخدمة، النساء الحوامل، الأطفال، أمراض سوء التغذية، الخروج من التعليم، كل هذه أنا أعتقد أنها مؤشرات كارثية تغيب عن أنظار البعض الذين يشعلون نار الحرب هنا وهناك ويطالبون باستمرارها، لا يرعون لهذه المسائل. فإذا لم نراعي نحن السودانيين لذلك ونبرزه ونتحدث عنه، أنا لا أعتقد أن المجتمع الدولي يمكن أن يفترض أن يكون أحرص مننا. الآن يبدو وكان مسألة معكوسة، المجتمع الدولي يتحدث عن ذلك ونحن في الداخل في طرفي الحرب يمكن أن نهمل هذه المسائل أو نقلل منها. أنا قرأت لمسؤولين حكوميين عن أنه الإنتاج الزراعي ممتاز جدا وليست هناك مجاعة في السودان والأمور كلها طيبة. هذه مسألة لا يمكن أن تكون حقيقية في أوضاع الحرب، يعني بشكل واضح جدا ومباشر. الأفضل أن يتعاملوا معها كواقع ثم يدرسوا ما هي الحلول التي يمكن أن تقدمها السودانيين لأنفسهم، مسؤولين رسميين وشعبيين، وأنا شايف في منظمات كثيرة شغالة على الأرض، ثم بعد ذلك يعني ننتظر من المجتمع الدولي أنه يكمل المهمة من عنده في أنه يقدم المساعدات بقدر ما يستطيع. طيب أستاذ فيصل، في هذه الجزئية دعني أتبنى وجهة نظر قد تكون هي وجهة نظر الأطراف المتحاربة في السودان. أولا، في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، كل طرف من الطرفين يخاف أن يفتح المعبر فيكون معبرا للسلاح والمؤنة للخصم أكثر من أنه للمواطنين، لأن المواطنين يعني آخر همهم، خلينا نقول كده على يعني بالواضح. ده جزء يتعلق بتأمين العمليات العسكرية اللي بيحاولوا يحرزوا فيها تقدم. طيب، في جزء آخر عنده علاقة بالولايات الآمنة نسبيا، بأنه العمل على أن تكون تلك الولايات آمنة هو منفذ أو صمام أمان لتوفير الغذاء في حده الأدنى لتلك الولايات الآمنة نسبيا وأيضا المتضررة بسبب الحرب. هي المسألة دي فيها تعقيدات مؤكدة جدا، ليس سهلة كما يمكن أن نتصور ونقول في الكلام البسيط اللي احنا بنقوله، مؤكد فيها تعقيدات، لكن هذه التعقيدات لديها حلول لأنه العالم لديه تجارب في مناطق حرب مثل هذه. فإذا كان الطرفان يرغبان فعلا في توصيل المساعدات الإنسانية لكل السودان بغض النظر عن هل هؤلاء الناس يقيمون تحت سيطرة الجيش أو سيطرة الدعم السريع، هناك حلول ابتكر العالم من خلال تجاربه الكثيرة جدا. هناك ممكن لجان إشراف مشتركة، هناك ممكن لجان رغبة مشتركة، إذا لم تكن من الطرفين ممكن الطرفين يختاروا مراقبين دوليين، مراقبين من دول الإقليم يتابعوا سير الشاحنات والطائرات تحت الإغاثة وأين تنزل وكيف توزع. فهنا لو الرغبة توفرت هناك إمكانيات لحل كل المشاكل أو الاتهامات المتبادلة بأنه هذا الأمر يمشي إلى قوات الدعم السريع أو بيمشي لثكنات الجيش ولا يمشي للمواطنين. في وسائل بتاعت مراقبة، في وسائل بتاعت متابعة، وزي ما قلت الأمم المتحدة عندها فيها تجارب.
هي القصة الأساسية أن تتوفر هذه الرغبة الحقيقية، لأنه الآن كل طرف حتى بيستخدم سلاح التجويع ضد المواطنين الذين يقيمون عند الطرف الآخر، وكانوا مجرد إغامة تحت سيطرة قوة عسكرية تعني ولاهم لهذه القوة، بالتالي عليهم أن يدفعوا الثمن، وهذا منطق خاطئ جدا. هؤلاء مواطنين سودانيين، نحن لدينا تجربة في الحكومة الانتقالية كانت منطقة جبال النوبة فيها مجاعة حقيقية في مناطق كابدو وغيره. برنامج الغذاء العالمي تواصل مع رئيس الوزراء وطلب بأنه يعني في حالة بتاعت مجاعة، كان النقاش في مجلس الوزراء وفي الحكومة بشكل عام أنه هؤلاء مواطنين سودانيين سواء كانوا تحت رعاية الحكومة أو كانوا موجودين في منطقة السيطرة عليها الحركة الشعبية، لذلك تم إعطاء برنامج الغذاء العالمي أذون لإرسال طائرات بالأغذية لهؤلاء المواطنين. أنا أضرب طبعا الوضع الوقت ذاك كان مستقر وما كان مسؤولية بحق. المواطنين وتغذيتهم أينما كانوا في السودان حقه تكون مسؤولية بتاع الدولة، والدولة صحيح. تتعامل على هذا الأساس صحيح. أيضا يعني انطلاقا من الهم الإنساني من الشرق الأوسط، نقرأ الجامعة العربية تطالب بتمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة في السودان، حيث أعربت عن استعدادها التعاون في أي مساعي حميدة تنهي الاحتراب الأهلي. وكثفت الجامعة العربية تحركاتها لدعم السودان على هامش اجتماعات الدورة 79 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لقاءه مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، جدد خلاله تأكيد موقف الجامعة الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. أستاذ فيصل، أنا حأكون جريئة إلى حد ما في طرح سؤال عن موقف الجامعة العربية في اجتماعهم الأخير الذي تم، أعلنوا صراحة بأنهم قد أعلنوا تجنيد كافة القضايا إلا القضية الفلسطينية، هذا في منبر الجامعة العربية والذي يعني هم يملكون فيه السلطة الكاملة. ذهبوا إلى نيويورك، تغيرت الأقوال وأصبح هناك خط لدعم السودان ودعم السيادة، كيف نقرأ أو نفسر هذا الأمر؟ والله دعيني أقول أصلا طبعا دور وتأثير الجامعة العربية محدود جدا، يعني هذه المؤسسة اللي هي نادي حكومات هي اختارت لنفسها هذا الدور الضعيف، والدائما البيئتي في المرحلة الثانية والثالثة في كل الأزمات في المنطقة العربية، سواء كانت في اليمن في سوريا في غيرها في العراق في مناطق مختلفة في لبنان في فلسطين في غزة، دورها ضعيف ومحدود. ويمكن لأنه التغطيات الإعلامية لما يحدث في غزة كبير والتجاوب الشعبي كبير، هم في اجتماع المغلق لأعضاء الجامعة العربية قرروا أن يركزوا على موضوع غزة والقضايا الأراضي الفلسطينية، لكن عندما ذهبوا إلى الأمم المتحدة فوجئوا بأن هناك اهتمام دولي بما يحدث في السودان، يعني العالم مهتم بغزة لكن أيضا بيدي اهتمام للسودان، وفوجئوا بأنه وزراء خارجية ودول بتجتمع وتناقش والأمين العام للأمم المتحدة، فأظنهم يعني تحت وطأة الخجل تراجعوا عن موقفهم الأول واضطروا أنه ينخرطوا في مناقشة الأوضاع في السودان. لكن رغم ذلك هناك دور، أنا لما تحدثت عن رغابة إقليمية ودولية لسير شاحنات وطائرات المواد الإنسانية المختلفة، زي منظمة زي الجامعة العربية مع الاتحاد الأفريقي مع منظمات أخرى ممكن أن يقوموا بهذا الدور بتاع المراقبة والمتابعة لكي يتأكدوا من أنه هذه المساعدات تصل إلى مستحقها. بالموضوع آخر مختلف من صحيفة الشرق أو موقع الشرق الإخباري، الزميل خالد عويس كتب تقرير عنوانه بالإثنية رهان أطراف نزاع السودان لحسم معارك الفاشر الاستراتيجية، وأيضا موقع الاندبندنت العربية قال أو كتب مقتل 18 شخصا في قصف للدعم السريع على سوق الفاشر. سأخذ فقط جزء من التقرير الكبير الذي كتبه الأستاذ خالد عويس، وقال تحولت المنطقة يقصد الفاشر المتنازع عليها إلى ستالينغراد أخرى، المدينة الروسية التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب العالمية الثانية، ونظر إليها كلا من الزعيم النازي هتلر والزعيم السوفيتي ستالين على أنها موقع مفصلي تتوجب السيطرة عليه أيا كانت الكلفة. هل تتفق مع هذا التشبيه أستاذ فيصل؟ والله من الممكن، لأن حقيقة الأوضاع في الفاشر أوضاع كارثية حقيقية وتنذر بخطر الناس حتى لا يمكن ما عارفين حجمه،
يعني القصف المستمر، الحصار المستمر، مدنيين كثر خرجوا، ولكن لا يزال هناك مدنيون موجودون ولا تصلهم المساعدات الإنسانية ولا مواد الإغاثة، ويتعرضوا للقصف والقصف من كل الأطراف. هناك قصف تدويم مدفعي من هنا ومن هناك، وهناك قصف جوي، وقصف جوي في كثير من الأحيان بيكون ما دقيق في التصويب على الأهداف العسكرية، بيتضرر منه المدنيين. أنا أقول بوضوح شديد، على الأقل إذا ما أخذنا النموذج العالمي، في النموذج المحلي أنا أعتقد أنه الاستمرار لهذه الأوضاع في الفاشر ستؤدي إلى مذابح أسوأ مما حدث في الجنينة. ومذبحة الجنينة ما تزال في الأسان حتى الآن، وأعتقد أنه ممكن أن تذهب إلى المحاكم الدولية لأنها كانت حاجة بشعة جدا. أنا أعتقد أنه الفاشر الآن تواجه مثل هذا الأمر، وأنا أعتقد أنه لو في تحرك دولي أول خطوة يعمله أنه يوقف الهجوم على الفاشر، ويتوصل إلى اتفاق ما بتحفصل بين القوات بحيث أنه ما يحصل قصف متبادل، ويتفق الطرفان على ذلك، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمن بقي من السكان. أوضاع حقيقة بنقرأ نحن تقارير كثيرة جدا عن هذه الأوضاع، ولدينا زملاء وزميلات صحفيين من دارفور متواصلين مع أهلهم في الفاشر بينقلوا صور كارثية جدا. أنا أعتقد أنه هذه مسألة حق من الدوافع الإنسانية، من الضمير الإنساني، أنه الأطراف اللي يعني مهتمة بالأوضاع سواء كان داخل وخارج السودان أن تتجه الآن لمسألة وقف الهجوم على الفاشر، والوصول إلى اتفاق ما حتى لو جزئي لا يتعلق بوقف إطلاق النار في كل السودان، فليكون هناك وقف إطلاق النار في الفاشر حتى يستطيع الناس أن يتنفسوا، يدفنوا موتاهم ويعالجوا جرحاهم ويجدوا لقمة وماء للشرب. صحيح، هو تقريبا المجتمع الدولي أستاذ فيصل مهتم بالفاشر دون عن الولايات الأخرى، حتى أن الأمم المتحدة تقريبا تصدر تقرير يومي أو شبه يومي لعدد النزوح، عدد الجائعين، عدد المرضى، عدد الأطفال، مختلف الفئات التي تعمل بها. هناك تركيز من قبل المجتمع الدولي على الفاشر، هم يستشعرون الخطر على أهل المنطقة المحاصرين منذ بداية الحرب، لكن الأمر يحتاج تحرك. طالما هم مهتمين هذا الاهتمام يستدعي طرح مبادرات وتحرك عاجل وسريع، لأنه كل يوم تزداد الأوضاع الإنسانية سوءا وتدهورا بشكل مريع جدا وبشكل والله مخجل للضمير الإنساني، يعني سواء كان في السودان أو خارج السودان. هذه الاهتمام يجب أن ينعكس في خطوات عملية وممارسة الضغوط على الطرفين لوقف القتال. صحيح، ليس بعيدا عن الحرب ولكن بعيدا إلى حد ما عن الوضع الإنساني، موقع دي دبليو بالعربي عنوان السودان تحت وطأة الحرب وخراب مواقع التراث الثقافي. زادت أو زاد انحدار السودان في هاوية الحرب والفوضى، ويبقى ملايين الناس في حالة فرار، وقد دمرت أو سرقت مواقع سودانية عديدة موجودة على قائمة التراث الثقافي العالمي، وهي في وضع مأساوي لا يلوح فيه أي أمل لإنقاذ تلك المكتسبات. بنادق كلاشينكوف على أهبة الاستعداد لضغط الزناد، وبأصابع تشير إلى علامة النصر أو الموت، يقف مسلحون من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في منطقة أمام أثار مدينة النجعة القديمة الواقعة في أقصى جنوب مملكة مروي العتيقة التي كانت ذات يوم جزءا من إمبراطورية كوش. نشاهد هذه الصورة والحديث أستاذ فيصل لك هذه في هذه الجزئية عن الجزء الثقافي. يعني يرى بعض السودانيين بأن الحديث عن الثقافة في هذا الوقت وكأنه رفاهية، وأن الحديث لابد أن ينحصر في هذه المرحلة على سير العمليات العسكرية، الوضع الإنساني، ولكن التراث ليس هو الموضوع المناسب في هذا الوقت. ما رأيك؟ دعيني أقول أول حاجة أنه وجهة النظر التي تقول أنه الاهتمام بالآثار وبالتراث وبالتراث الثقافي طرف في مثل هذا الظروف أنه الناس يموتوا، أنا أعتقد أنه هؤلاء لديهم نظرة قاصرة جدا. إحنا حياتنا كلها مهددة الآن بالفناء، الناس مهددين بالموت، لكن احنا برضو عندنا التاريخ وتراث وحضاره، هي جزء من حيوات الناس، جزء من حياتهم اليوميه، بتديهم الالهام، بتديهم الاحلام في المستقبل، بيشوفوا عظمه الماضي بيستلهموه، وجزء من 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 حياه كل مجتمع في العالم. ولذلك ليس صحيحا انه طالما الناس يموتوا يجب ان احنا لا نضع اي اعتبار او نهتم بتراثنا الثقافي وباثارنا. هذا وجهه نظر خاطئه. انا تعرضت لهذا، كتبتها مقال قبل اسبوعين بكتب في صحيفه عربيه، فالردود كان من بعض السودانيين بانه الناس بيموتوا، يعني هي التماثيل وغيرها. انا افتكر هذا، انا استوحيت يعني سؤالي من هذا المقال ومن تعليقات الناس على
على المقال وأحببت أن أسمع ردك في هذا الجزء تحديدا. أنا بعتقد أنه هذا زي ما قد ذكرت وجهة نظر قاصرة جدا، ده جزء من تاريخنا ومن تراثنا ومن حياتنا ومن هويتنا ومن تكويننا. وستقف الحرب عاجلا أم أجلا عاجلا أم وتنتهي؟ آجلا وسنعود لنرى هذه الأشياء. فلذلك أنا بفتكر في عدد من الخطوات العاجلة. أنا شعرت بأنه نحن تواصلنا بالمناسبة بحكم أنه كان عندي مسؤولية سابقة عن الآثار مع آخرين مهتمين، حتى مع اليونسكو، مع منظمات دولية. بعض الصور اللي نشرت راجعها بعض الخبراء عن الآثار السودانيين قالوا أنها ليست آثار سودانية، لكن ده طبعا لا يمنع أنه مؤكد أنه في متاحف وفي آثار تعرضت، لأنه شفت الصور بتاعت متحف الخليفة مثلا. متحف الخليفة ده جدد في 2021 بشكل جيد جدا وافتتح، وكان مفترض أنه يكون حاجة مختلفة جدا، الآن تم تدميره. في متاحف تانية أخرى برضو، حتى المتحف القومي يعني نشر أفراد من الدعم السريع صور داخل المتحف وهم يعيثون فسادا فيه ويدمرون حتى محتويات. هذه في المرحلة الأولى تم علاجها، لكن المرحلة الثانية لا أحد يعلم ماذا حدث الآن، عندما قيل إنه في مقتنيات خرجت من المتحف ممكن أن تذهب إلى الأسواق العالمية. أنا بس عايز أشير لنقطتين. أول حاجة، الآن في قانون دولي بيمنع بيع الآثار المسروقة، وهذا القانون في دول كثيرة استفادت منه وفعلته، وبيقوم كل الآثار المسجلة عند اليونسكو إذا عرضت في أي حتة دول ملزمة إنها تلقي القبض على السارقين والناهبين والعارضين للبيع وتعيد للدولة اللي هي صاحبة الآثر. ده واحد. نمرة اثنين، في سابقة بتاعت مجلس الأمن الدولي عندما حدثت حرب العراق والحرب في سوريا تم نهب متاحف كثيرة في العراق وسوريا، فمجلس الأمن الدولي لم يكتفي بقرار اليونسكو أو يعني القرار الذي أصدره اليونسكو، أصدر قرار من مجلس الأمن بمنع بيع الآثار العراقية والسورية وعودتها إلى مواقع في البلدين، وتم بالمناسبة يعني جمع عدد كبير جدا من اللي كانت معروضة في الأسواق وعادت إلى سوريا والعراق. أنا أفتكر السودان يجب أن يتجه أيضا هذا الاتجاه، بأنه بجانب تفعيل كل الحاجات الموجودة في سجل التراث العالمي المسجل في اليونسكو أن يتجه إلى مجلس الأمن ويطلب منه هذا الأمر. نحن عندنا زي ما قلت تاريخ عظيم، ومع الأسف المتحاربين لا يراعوه ممكن ولا يفهموا. أنت لو شفت الفيديو بتاع قوات الدعم السريع المرة الأولى عندما دخلوا إلى المومياءات كانوا بيتكلموا عنها باعتبارها جثث حتى لا يفهموا قيمتها. هو عرفنا بعد ذلك أن اليونسكو تواصل مع قوات الدعم السريع ووعدوا بأنهم أخرجوا قواتهم من المتحف يقيمون خارجه ولا يعبثوا فيه، لكن الآن في المرحلة الأخيرة لا أحد يعلم، لم نجد صور ولم نجد معلومات، وهو هم حتى لم يردوا على هذه التهم. لكن أنا أفتكر أنه لا بد من تحرك عاجل بموضوع في غاية الأهمية، وهو مرتبط أيضا بحياة السودانيين وبتاريخهم وبهويتهم، ولا يجب أن نتغافل عنه أو نهمله. نعم أستاذ فيصل محمد صالح، شكرا جزيلا.